علشان يشربون في الويكند يتقطون كل واحدة تقط 200 ريال، علشان اللي ينباع هنا بعشرين وخمسة وعشرين يشرنه بألف وخمسمائة ريال. ليش؟ صدق هذا موضوع، ترى موضوع ثاني، خلونا من السياحة الآن، هذا موضوع ثاني. يعني ينباع وينباع ينباع، بس ينباع من تحت الطاولة، ينباع من 1500 وفوق. هذا إذا كان يوم الثلاثة تبي تشتريه، إذا تبي تشتريه يوم الجمعة ولا يوم السبت يطق لك فوق 2000 ريال. ليش؟ خلاص بيعوا وانتهى الموضوع، خلوا سعره معقول. اللي تبي تشرب تشرب، واللي ما ودك كيفه. يقولون الحين محرم، الدخان محرم، الدخان مش محرم، هذا وينباع نفس الشيء. انت ما تقدر تقول للناس لا لا تسوون كذا وسووا كذا، ما تقدر تخليهم. يعني في كل البلاد ينباع، كمان